عقدت هيئة مجلس النواب، هيئة مكتب مجلس النواب اليوم باجتماع برئاسة دولة الرئيس نبيه بري، وتم مناقشة اقتراح قوانين لعرضها على هيئة عامة، وبالتحديد القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ إقصاه 31/5/2025 مقدم من النائب جهاد الصمد. واقتراح ثاني، اقتراح قانون معجل مكرر رامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني. صار في مناقشة لهودي القانونين، وكان التوجه بحصر الجلسة الهيئة العامة بالقانونين اللي ذكرتهم. طبعاً تطرقنا للتمديد اللي صار قبل، وهيدي تاني مرة عم نعرض تمديد بنفس الوقت، بينما القانون بأول مرة كان عم يحكي على مدة أقصاها، وهلأ نفس الشيء عم يحكي عن مدة أقصاها. اتخذ قرار دولة الرئيس بتحديد جلسة للهيئة العامة يوم الخميس 25 نيسان في المجلس النيابي، وعلى ضوء تمت المناقشة بين أعضاء هيئة المكتب على الأمور اللي بدها تتناقش، والقرار النهائي بعود للهيئة العامة مثل ما بتعرفوا. ولكن كان في كلام أنه إذا الحكومة بتعمل انتخابات بلدية واختيارية فيها تبتدئ بالمناطق اللي ممكن تجري فيها الانتخابات إلى أن تتبلور الأمور في المناطق الأخرى، وكان في وجهات نظر مختلفة، ولكن مثل ما قلت هذا القرار بعود للهيئة العامة، ودولة الرئيس حدد جلسة يوم 25 الشهر لمناقشة هذه المواضيع. دولة الرئيس بس طبعا في بعض الكتل النيابية رافضة للتمديد للمجالس، ورافضة بالتالي انه الا اجراء بموعدها على قاعدة انه بالجنوب تؤجل الانتخابات الى حين انتهاء الحرب. ففي حال لم تحضر هذه الكتل ستبقى الجلسة على موعدها، هو الرئيس بري رح يعني يكفي بهذه الجلسة نظرا للظروف الامنية؟ هلا اول شيء انا دور انتهى، عم بحكي باسم الشخص يلا بصير، لأنه هيدا كله صرنا عم نحكي بمواقف معينة أو تحليل. في طبعاً كتل عندها وجهات نظر مختلفة، ونحن كنواب عندنا وجهات نظر مختلفة. أنا كان عندي وجهة نظر أنه نبتدي حيث نستطيع إجراء الانتخابات النيابية. في وجهة نظر تانية لا، في عنا نحن بحالة حرب، العدو الإسرائيلي ما عم بيوفر مناطق لا بالجنوب ولا بالبقاع، وهيدي بتخلق إشكالية بمكان ما، في وجهة نظر بتقول هيك. طيب البلديات اللي بنعملها بعدين بعد 4 أشهر أو 5 أشهر انتخابات، قديش بتكون مدة ولايتها؟ قد الحالية ولا بتكون أقصر؟ يعني بدك تفوت على تعديلات. وفي شيء كمان ضروري بده ينحكى فيه بكل صراحة، هو بوضع البلد والتشنج واللي عم تسمعوه من طائفية ومذهبية وإلى آخره، في عنا مشكل كبير بانتخاب مجلس بلدي ببيروت بالوضع الراهن، وهيدا بدنا ما نستخف فيه. هيدا لا يعني انه نحن مش لازم نعمل انتخابات بلدية، ولكن لازم نلاقي له علاج، وهيدا بيصير بالتفاهم بالتوافق السياسي، لانه ضروري يكون في مراعاة لبلدية بلدي. بتقول انه في حصل جلسة بموضوعين، هل هالشيء كان مطلب لبعض الاطراف السياسية انه نجي لا نحن ما 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 حكينا مع أطراف أو أفريقاء. جدول الأعمال كان محطوط عليه بندين، والرئيس بري حكينا بهود البندين المطروحين فقط، لا كان في طلب من حدا، ولا بل أنا بآخر الجلسة قلت له في بعض القوانين التي تعني المواطنين، منا التربية ومنا أمور صحية، أنا سبق وصرحت من هون، وكان في انتقادات كبيرة لتصريحاتي أنه هيدا المجلس الحالي ما بعرف إذا رح ينتخب رئيس جمهورية، بالتالي كنت عم أقول لازم نفكر بانتخابات نيابية مبكرة. ليش عم أقول هيك؟ لأنه كمان شل عمل التشريعي عم يدفع ثمنه المواطن. نعم نحن مع انتخاب رئيس جمهورية أولا ولازم نشتغل على أساس، إذا ما انتخبنا رئيس جمهورية نحن قاعدين شاهدين زور على كيف عم ينزل المواطن
وهذا الشيء لازم يتلاقي له حل. دولة الرئيس نحن اليوم بمجلس النواب هيدا الحرب ما في افق واضح لها، حتى افق زمني ابدا ما هو واضح. اليوم انتخابات رئاسة الجمهورية بعضها مربوطة باللي عم يصير بغزة، واليوم الانتخابات البلدية إلى أي مدى ممكن بيروح هذا الترجيح إذا ما استمرت لا سمح الله هيدا الحرب بالجنوب وفلسطين؟ إذا جينا بعد ست شهور برجع بقول نفس الموضوع، برجع بقول هيدا القرار يتخذ بالهيئة العامة، في وجهة نظر ونحكى فيها، فينا نعملها ثلاث شهور، فينا نعملها ست شهور، هل مثل ما هي مطروحة سنة؟ هذا القرار بتحدد بالهيئة العامة. بس خلينا نلخص المشهد شوي لأنه حتى ما يصير فيه لبس. اليوم رايحين على جلسة الشعبية فقط ببندين اثنين، قصة الانتخابات وتمديدها أو مدتها أو إجراء مثلا تقول بجبل لبنان بالشمال، هيدا بتتناقش بقلب الجلسة أو بتاخذ قرار فيها؟ لا، إذا بالهيئة العامة رايحين نناقش القانون، هذا قانون التمديد. طبعا تمدد، ما فيك تمدد الى بلديه وتترك الثاني، في مبدا المساواه كمان موجود. دولة الرئيس هل في قدره ماليه انه يصير في انتخابات بلديه من 2025 وراها انتخابات 100% بال 2026؟ هلا كمان من باب انا اللي بعرفه، مش من موقعك شو عم بتلي من بعد الجلسه. نعم انا تواصلت مع وزير الداخليه، اكد لي وزير الداخليه انه التمويل موجود، واكد لي وزير الداخليه انه هو جاهز ليعمل الانتخابات البلدية. ولما سألت عن عدد الأشخاص اللي تقدموا بطلباتهم لحد هلأ كان عم بيقول بعد ما في طلبات، بالتالي هيدا الموضوع عند وزارة الداخلية والحكومة بينسألوا وهن بيقدروا يجاوبوا بطريقة أفضل. أنا جاوبتك لأنه سألت وهيدا كان جوابهم بارد. رامي آخر سؤال، ليش الفرقاء الداعمين مثل حضرتك مثل البعض يعني داعمين لانتخابات نيابية في بعض المناطق قبل سواها، ليش ما بيقدموا اقتراح قانون لا إجراء هذه بمعزل عن هذه المحافظات إلى حين انجلاد وضع الجنوب؟ هيدي ما بدها اقتراح قانون لنعمل بمنطقة مش بالأخرى، لا، هيدا صار عندك أمر واقع. القانون الحالي إذا بتتذكروا أنا وقت اللي تقدمت سنة الماضي باقتراح قانون كنت مقدم تمديد تقني لفترة 3 أشهر فقط، لأنه كنا بوقتها ما في حدا متقدم، دوائر مسكرة ما عم يقدروا يعملوا معاملاتهم، مشان هيك سميتوا تمديد تقني. الزملاء آخرين تقدموا بفترة سنة كاملة، صار في كلام وارتقى دولة الرئيس بري يتعدل القانون ويقول مدة أقصاها سنة، معناتها كانت بتقدر الحكومة تعمل انتخابات بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة. نحن اعتمدنا أنه اليوم عم نرجع نكرر نفس الخبرية، ليش ما عملت الحكومة الانتخابات خلال سنة؟ هيدا يسأل السؤال للحكومة. يعطيكم العافية، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي هنا لبنان، كنا قد استمعنا إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس، وكان التأكيد اليوم على أن رئيس مجلس النواب نبيه بردي دعا إلى جلسة بموعدها ب 25 نيسان أي الأسبوع المقبل، وذلك للبحث في مسألة أو ببندين على جدول الأعمال. تتعلق البند الأول يتعلق بالتمديد للبلديات وتمديد للبلديات الحالية، وبالتالي لن يكون هناك انتخابات للبلدية للمجالس البلدية بمختلف المناطق اللبنانية، وبند آخر يتعلق بالدفاع المدني المتقاعدين بالدفاع المدني. تجدر الإشارة إلى أنه في نقطة أساسية أشار إلى الياس بوصعب والتي تتعلق بموضوع كلام وزير الداخلية حول جهوزية لبنان، جهوز وزارة الداخلية لعقد انتخابات بلدية، إلا أنه عند سؤال وحول الطلبات التي تم تقديمها حتى هذه الساعة أشار إلى أنه ما في ولا أي طلب تقدم، وبالتالي لبنان اليوم على موعد مع تمديد جديد للانتخابات البلدية. هذه هي الأجواء من هنا من عين التيني. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيداء جبيلي ومحمود الحلبي.